اليوم بعطيكم الجزء الثاني من مجموعة أفضل ألعاب ممكن تلعبها في وقت الحظر على البلايستيشن 4، وفي بعض الألعاب متوفرة على أجهزة أخرى. نبدأ مع مترو إكسيدوس، واحدة من أفضل ألعاب 2019. أحداثها في روسيا بعد أن تم تدميرها بقنبلة نووية دمرت كل شيء على سطح الأرض، وصار الهواء مسموم وما تقدر تمشي بدون قناع، وممكن حتى تموت من الإشعاعات، فاضطروا البشر يعيشوا في أنفاق المترو. لكن بطل اللعبة كان مصر أن في حياة على السطح وأن في ناس باقي عايشين غير الموجودين داخل المترو، ومن هنا تبدأ مغامرة بمنظور الشخص الأول فيها رعب ونجاة وأماكن مظلمة وفيها أكشن مع قصة حلوة. أنصحكم تجربوها. The Evil Within 2 من أفضل ألعاب الرعب اللي تتكلم عن محقق يكتشف أن بنته عايشة بعد اعتقاده أنها ماتت في حريق، واللي خطفوها يطلبوا مساعدتها بعد أن فقدوا البنت في أحد التجارب، فيدخل المحقق في التجربة اللي كان له ماضي معاها في الجزء الأول، وهنا تبدأ رحلة إنقاذ بنته في قصة حلوة وأسلوب لعب بمنظور الشخص الثالث. واللعبة مقسمة على مراحل، وكل مرحلة مهمات أساسية وجانبية، وكل أخطاء الجزء الأول تم تعديلها في الجزء الثاني. فعلا لعبة مميزة وتستحق التجربة. ثالث لعبة معانا راتشيت آند كلانك، واحدة من أفضل ألعاب الريميك، صدرت في 2016، ورسومات ومشاهد السينمائية في اللعبة أقرب لأفلام ديزني. واللعبة تتكلم عن مخلوق اللون باكس اللي يحاول ينقذ المجرة كاملة. اللعبة مقسمة على كواكب وفيها أسلحة كثيرة ومهمات أساسية وجانبية، وبتعطيك مغامرة حلوة، وهي من نفس الاستديو اللي سوى لنا لعبة سبايدر مان، واللعبة تدعم اللغة العربية. في هذه المرتبة عندنا لعبتين من ريستنت إيفل، وهم ريستنت إيفل 6 وريستنت إيفل ريفيليشن 2. سبب اختياري لهذه اللعبتين انك تقدر تلعبها انت واللي معاك على نفس الشاشة. ريستنت إيفل 6 فيها 4 تختيمات مختلفة تقدر تختمها كلها ومعاك احد، وريستنت إيفل ريفيليشن 2 فيها تختيمة واحدة وتعطيك 8 ساعات لعب تقريبا. واللعبتين مقبولة من ناحية القصة والجيم بلاي. خامس لعبة معانا ناك 2 او شاطر، لعبة تدعم اللغة العربية وتقدر تلعبها انت واللي معاك على نفس الشاشة. اللعبة تتكلم على شاب يحاول ينقذ الكوكب من تهديد الآليين القدامى، ويحاول يكتشف مين سبب هذا الدمار. صحيح ان قصة اللعبة متواضعة ومقسمة على مراحل، لكن تعطيك مغامرة حلوة اذا لعبتها مع احد، وبتلاقيها جدا مسلية. واخر لعبة معانا Uncharted The Lost Legacy. كثير ناس كانوا متخوفين ان اللعبة ما تطلع بالمستوى المطلوب بما ان البطل في هذا الجزء ما بيكون نيثان دريك، لكن اللعبة كانت قوية وبتقدم لك قصة حلوة ومغامرة قوية والغاز، وانصحكم تجربوها وتدعم اللغة العربية. اكتبوا لي رأيكم في التعليقات وايش الالعاب اللي تشوفها انها تستحق التجربة. كان معاكم اخوكم ادهم، والسلام عليكم.